الجملي في سباق مع الزمن لإعلان تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، رغم تعذر الإعلان عن قائمة المرشحين في الموعد المقرر سابقاً، إلا أن رئيس الوزراء المكلف قال إنه يبذل جهوده لتشكيل الحكومة في موعدها الدستوري. أنا رئيس الجمهورية يعني تشاورت معه، أكملنا المشاورات اللي بديناها في مراحل سابقة حول تحديد وزيري الشؤون الخارجية والدفاع، وإن شاء الله سيتم الإعلان عنهم في تشكيل الحكومة. الحبيب الجملي التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج مجددا، لكنه نفى تعرضه لأي ضغوط من جانب الأحزاب تؤثر على مساعي تشكيل الحكومة. ما فيش ضغوطات، يعني شنو ضغوطات؟ فيه صعوبة في تجسيم الخيار صحيح، يعني كنت باش تتأكد من الكفاءة والنزاهة، ولكن زادة تتأكد بأن الشروط اللي عملتها أنا فيما يخص عدم يعني تواجده في هياكل حزبية وعدم انتماء إلى حزب مش حاجة سهلة. لا هو تو هذيك المهلة الدستورية الثانية، ولكن احنا بحولها عدم التسرع وأيضا عدم التمطيط، لأنه البلاد تو في حاجة إلى حكومة تنتصب في أقرب وقت ممكن باش تباشر مهامها وباش تعالج الإشكاليات المطروحة. مساعي الجملي تأتي بعد انسحاب أحزاب الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس رسمياً من مفاوضات تشكيل الحكومة التي من المفترض أن تعلن قبل انتهاء المهلة الدستورية الثانية قبيل انتصاف الشهر القادم. ويقول الخبراء إن الخطوة الأكثر تعقيداً قد تكون الحصول على موافقة مجلس النواب الشعب الذي يشهد انقساماً حاداً على تشكيل الحكومة. معنا من العاصمة تونس مراسلنا جلال موانع، أهلا بك جلال. هل من أسباب قد تكون تم تداولها بشأن هذا التأخير، خصوصا وأن الجميع كان ينتظر إعلان تشكيل الحكومة قبل نهاية العام، بمعنى أنه بقي يوم واحد؟ نعم رؤوف، طبعا بتأجيل إعلان تركيبة الحكومة مرة أخرى من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي أكد أنه بصدد الترتيبات الأخيرة وسيعلن عنها خلال 24 ساعة المقبلة، أي غد الثلاثاء، مع موفى السنة الحالية. طبعا مع التأخير مرة أخرى تتردد أو تتعدد الأسئلة على مستوى الشارع التونسي، على مستوى الإعلام المحلي، أيضا الوسط السياسي في تونس، عن إمكانية وجود أسباب أخرى وراء هذا التعطل. من بين هذه الأسئلة، هل يوجد خلافات أو حول حقيبتي الخارجية والدفاع بين الرئيس التونسي قيس سعيد التي تدخل ضمن صلاحياته ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي؟ هل أن كتلة حركة النهضة داخل البرلمان ورغم أعلانها أنها مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية لن تذهب، كفاءات تقنية لن تذهب إلى التصويت لحكومة الجملي، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يتشبث بتشكيل حكومة كفاءات تقنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية بما فيها حركة النهضة؟ طبعا هذه أسئلة تتردد اليوم في الشارع التونسي، رغم أن الحبيب الجملي أكد بصفة رسمية أنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين حركة النهضة أو بينه وبين رئيس الدولة. لدى لقاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أكد الأخير بأن لرئيس الحكومة المكلف الوقت إلى حدود 15 من شهر يناير المقبل، أي الأجال الدستورية لإعلان حكومته. الجملي من جهته قال ربما لن يأخذ وقتا أكثر وانتظار انتهاء المدة المحددة، ولكن سيعلنها في الساعات القادمة. يبقى هذا للتأكيد، إذا ما أعلن الحبيب الجملي غدا الثلاثاء عن حكومته فبالتالي سينفي كل هذه الأسئلة التي تتردد اليوم في الشارع التونسي، لا سيما وأن ربما ما يجمع عليه الوسط السياسي من قبل الأحزاب وغالبية المراقبين أن البلاد تعيش في فراغ سياسي وحكومي وتتطلب بالضرورة تشكيل هذه الحكومة في أقرب وقت، وهو ما دعا إليه
أيضا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس عندما التقى الحبيب الجملي. نعم جلال، كل ربما التحليلات تصب في خانة موقف حركة النهضة، هل من تصريحات جديدة لقادة النهضة حول هذا الموضوع؟ ربما ما أثار ربما يثير رؤوف الأسئلة هو سكوت أو عدم رد فعل من قبل حركة النهضة إلى حدود هذه اللحظة منذ إعلانها أو إعلان مجلس شورتها ومكتبها التنفيذي دعم تشكيل حكومة كفاءات تقنية بعيدة عن كل الأحزاب. طبعا اللقاء الأخير الذي كان بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب رباعي أو ائتلاف سياسي لتشكيل حكومة سياسية منذ ذلك الوقت، طبعا حركة النهضة كانت داعمة لحكومة الكفاءات وبعدها لم، وكان هناك انتظار لإعلان الحبيب الجملي لحكومته وتأخر مرة أخرى، ومعها بدأت الأسئلة التي ذكرت بخصوص ما إذا كانت حركة النهضة فعلا تدعم حكومة كفاءات سياسية بعيدة عن الأحزاب، وإذا ما كتلتها داخل البرلمان ستدعم حكومة الحبيب الجملي. هو ما يثير التساؤل اليوم في الشارع التونسي وعلى مستوى الإعلام المحلي أيضا إلى حدود هذه اللحظة. طبعا حركة النهضة لم تبدي أي ردة فعل إزاء التأخير في تشكيل الحكومة، التأخير الذي برره الحبيب الجملي بأنها ترتيبات وصعوبة في اعتبار الشروط أو التقيد بالشروط، النزاهة والاستقلالية عن كل الأحزاب السياسية بالنسبة للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومته في الفترة المقبلة. نعم. شكرا جزيلا لك جلال موانع مراسلنا، كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس، شكرا جزيلا.